قمر الطائي وحسام السلاوي ثنائي محبوب وبشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة إذا شاركوا فيديوهات وبثوث مباشرة مع بعض. فشفنا استقبال قمر الطائي للسلاوي بتركيا قبل فترة وقت إحيائه لحفلة خاصة به هناك، واللي كانت من تقديم قمر أنذاك. ليستقبل السلاوي قمر بالأردن استقبالا حارا وقت زيارتها للبلد، وشفنا لقاءهم وطلعاتهم مع بعض وصداقتهم اللي صارت أقوى. ولكن ومع الأسف انتهت هالصداقة بخلاف صار بينهم، ولأسباب مجهولة خلاهم يعملوا أنفولو لبعض على انستغرام وما يرجعوا يجيبوا سيرة بعض أبدا، والجمهور ومحبينهم استاء من هذا الخلاف وحاولوا يصالحوهم بعدة طرق. حتى أب السلاوي اللي هو من محبي قمر الطائي وبشكل كتير كبير حاول الصلح بينهم بالعديد من المرات. بدي موضوع قمر يا ابو في شيء عندي هون. لو انت عندي هون عزمتك وعزمتها وانتهى الموضوع. لان تفاجأ بلايف جمع قمر الطائي والاخوة كسواني وحسام السلاوي واخيرا، واللي كان اللايف المنتظر للكثير من الجمهور، اللي تأكد من خلال الجمهور واخيرا عن صلح قمر وحسام، حيث لاحظ الجمهور خلال هالبثوث كيف عم بيحاول حسام حل الخلاف اللي بينهم وإنهاءه بشكل رسمي، وبالنهاية انتهى هذا الخلاف. شربنا قهوتكم خلاص قمر عشان ما تزعلي، المرة الجاية بدعمك والله. كتر خيرك شكرا. وانتشر قبل يومين مقطع لقمر وهي فاتحة لايف وردت فعلها لما دعمها حسام بهدايا بالبث، وردت فعلها كانت الخجل ولخبطة بالحكي، مما خلى الجمهور يحكي ويتداول هالرد الفعل بشكل كتير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا شكرا يا حسام والله شكرا. شو امتى نزلت اغنيه جديده انت؟ ايش مالك؟ احا ما في شيء. شكرا حسام. ما في شيء. حسبي الله فيك يا حسام. أما مبارحة فاجتمع السلاوي وقمر بلايف واحد، ولكن هالمرة قرر حسام يفتح لايف من حسابه الرسمي على تيك توك، وصرح أنه فتح اللايف بس مشان قمر. ولكن وبنصف اللايف صارت مشكلة بين حسام والتيك توك الرحمة، ولكن واللي تداول الجمهور هو دفاع قمر على حسام بهذا الموقف. حسام عبد السلاوي هو عمل يكتب زين تعبني لا مش كتب انا استنى انا ليه عملت لك كتم احكي لك افسر لك ولا لا انت قلت هذه بنت ما نعرفش ما تحكي هيك نعمل لها كتم عملت لي كتم لا دقيقه ما تطلعيش حالك بريئه شوف اسمع حسين ولا احنا لايفتنا هيك احنا عبسي ضحى لايفتنا هيك انتم هيك ساكتين ما بعرف طبعكم لو قلتوني من الاول ان طبعكم هيك ساكتين في البث هني قعدت ساكته بدك تسمعي ولا لا؟ طب خليني احكي انا بهمنيش انت شو اللايف ما تزعلي عشان بديش حد يزعل مني انا عملت كتم عشان انتم متعودين تحكوا لبعض بطاطا وهيك انا ما بتحمل مزح اول مره بفتح لايف حكيت ما قلت انا ما قلتلكش لك انت بتقولك يا جماعه ليش سكوري هيك بطاطا خصم بطاطا سكوري ايش بيه مش عليك انت ما زعلتك ما حكيت عنك مستحيل احكي عنك يعني بس عملت كتم عشان ما تصير ما بعدين نظرات عشان حسام البث مسجل راه بعدين رح تشوف كل شيء مش بهمنيش انا بهمني انت ما تزعليش بس ما غلطت في حقك ليه انتم يمكن طبعكم هيك يعني ما بعرف انا طبعنا هيك في لايفات وتعودت يعني خلص انا مريض اعتبريني هيك طبعي شو بدك ليه حشيك مو مريض والله حشيك والله قصنا انا ما تدخلونيش هاي الدوامات بالله عليكم لا طبعا ما حكيتش معاه نحكي مع صلاح ما حكيتش معاه نديب طيب هو ايش كتب الصوت عشان ما بيعرف شو بده يحكي اول مره بيفتح لايف تيك توك شو خص هاي شفت الحال عادي اسمع هلا بنزل بدك ما راح تذكر صراحه يلا باي باي صلاح باي رحمه طيب يلا الله معك فشو رايكم بصداقة قمر وحسام والخلاف اللي صار بينهم قبل فترة وردت فعل قمر على مشكلة حسام والتيك توك الرحمة؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات.